خلص السالفة وهذه شوربة الجزر. أول شيء راح نسويه راح يحللك نفسياً. هاجن عنه بحاول. هاجن عنه وحاول. تخايف؟ إيه؟ خلاص أنا بجي من هنا. تقدر تسوي أكثر من مهمة في نفس الوقت. أنا أشهد. هتلاقيها قاعدة في المطبخ تتكلم في الجوال. تنادي العيال. تخاصم أحد في جهة ثانية. ما شاء الله تبارك الله. ملعقة يا دكتور تحرك لي ذي لو سمحت عشان ما يحرق بصلنا وتخرب الشوربة وتقول بسبب الحرمة والله ما درينا. لا 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 أمورها طيبة. طيب هذه سلبية ولا إيجابية؟ لا 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 هي إيجابية لكل الطرفين. لكل الطرفين. تفضل دكتور. تفضل. عشان ما ننسى. كله عبد الله ولا نصف ولا؟ شلون نص نص؟ نص نص بس أحتاج إني. كلنا ثلاثة. أقل من الله نقدر نطبخ. إي والله. كل شطيح. أي مجال يكون برأسه يكمله دراسيا ويأخذه من الآخر. فأهنيك يا دكتور صراحة والله يقويك ويبارك لك. أنا حكون في مدرستكم مدرسة الطبخ. للأسف أحيانا البعض يعتقد أن الحياة بين الرجل والمرأة تنافسية. بداية الحب، لكن قبل الحب في شيء جدا مهم اللي هو الاحترام. الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ما أعاب طعاما قط. يا سلام ما يحتاج. لا بس هذه غير، هذه غير بس والله نفس عن جد رفقة مقاولين أجيب لك ثاني مضاد. أنا والمرأة بشكل عام ترى ما تبغى من الرجال شيء، يعني ما تبيه يخترع صاروخ. ايه هذه ابو فارس انا اتوقع انها ترجع لتربيه الشخص فقط. ما له علاقه بمنظومتك. طيب احنا رحنا لذا واحترق الرجل. راي صحيح 100% صح. خلاص اليوم انا بقول لابنائي اذا لم تكن جاهزين. هذه اطباقنا لهذا اليوم، شوربه الجزر ورز بالكركم وكفته الكباب. جاهزين وخلصين الحين ان شاء الله سلمكم الله.